أثناء عملية التلقيح أكثر من 60 مليون حيوان منوي بيتم إخراجهم داخل الجهاز التناسلي للأم في مقابل بويضة واحدة بتخرج من المبيض في اليوم الـ14 من الدورة الشهرية. ملايين الحيوانات المنوية بتواجه رحلة شاقة ومتعبة داخل الجهاز التناسلي لحد ما بيوصل منهم عدد قليل جدا للبويضة، والحقيقة ربنا له حكمة جميلة في الرحلة الشاقة دي، وهي إن بكده أقوى حيوان منوي بس هو اللي هيقدر يلقح البويضة، وده بيضمن تكوين جنين صحي وخالي من العيوب الخلقية. ومن عجائب ربنا في خلقه إن الغشاء اللي حوالين البويضة بيفرز مادة بتعمل على جذب الحيوان المنوي علشان يوصل لها، وبعد التصاق الحيوان المنوي بالبويضة يفرز مادة حمضية بتعمل على إذابة الغلاف الخارجي للبويضة، وبعد ما يدخل جواها بيتحول غلافها لمادة مقاومة لباقي الحيوانات المنوية بحيث ما تسمحش لأي حيوان منوي آخر إنه يدخل جواها، وبعد كده بيتم انطلاق نواة الحيوان المنوي اللي بتحمل جينات الأب عشان تتقابل مع نواة البويضة اللي بتحمل جينات الأم، وبيتم اتحاد الجينات مع بعضها عشان يكونوا الحمض النووي للجنين اللي بيحمل صفاته كلها من حيث لون الشعر ولون البشرة والعين وجميع الصفات. بعد كده بتتم عملية الانقسام تاني يوم بعد التلقيح، وبتبدأ تتحرك الخلايا المنقسمة من قناة فالوب اللي تم فيها التلقيح ناحية الرحم علشان يتم زرعها في جدار الرحم عشان تبدا تتغذى من الاوعيه الدمويه اللي جوه بطنه الرحم. بعد كده بيتم تكوين المشيمه اللي بتعتبر هي مصدر الغذاء والتنفس للجنين طول فتره الحمل، واللي بتوصله له عن طريق الحبل السري اللي واصل ما بينهم. في الاسبوع الخامس من الحمل بيكون المخ والنخاع الشوكي والقلب بداوا يتكونوا، وبنقدر ساعتها نسمع نبض الجنين اثناء الفحص، وبتوصل عدد نبضات قلب الجنين خلال فتره الحمل لاكثر من 50 مليون نبضه. وفي الاسبوع السادس بتبدا تتكون معالم الوجه زي الانف والاذن والفم، كل ده وحجم الجنين لا يتعدى حجم حبه الفول. وفي الاسبوع السابع والثامن حجم الجنين بيتضاعف وبيبدا يظهر له الايدين والرجلين، وعلى الاسبوع ال 12 بيكون شكل الجنين بنسبه كبيره اكتمل، وبتكون مرحله الخطر من ان يحصل اجهاض عدت، وفي المرحله دي بتبدا راسه تميل ناحيه جسمه وبيقدر يحرك ايده ويلمس وشه، وبتبدا تتكون باقي الاجهزه المهمه في جسم الجنين زي الجهاز الهضمي والتناسلي والجهاز البولي. وجدير بالذكر ان الجنين بيتبول جوه السائل الاميني داخل الرحم، ودي بتكون علامه جيده عن تكوين الاجهزه بشكل سليم. كل ده وطول الجنين في الوقت ده ممكن ما يعديش ال 5 سم ووزنه بالكثير بيكون 15 جرام، وبعد كده بيبدا حجمه يتضاعف واعضائه وكل خلايا جسمه تنضج استعدادا لعمليه الميلاد. فتبارك الله أحسن الخالقين.